هنا ركنية تنفذ كرة دائرية عرضية شيئا ما دائما داخل منطقة العمليات تمامية كرة براسية فرصة تدخل رغم مدافعي فريق وداد فاس تدخل رغم الحارس الحلافي تدخل رغم تدخل القائمة الأفقي يا لها من غلبة بالكرة الأخيرة في آخر مطاف تدخل في مرمى الحارس الحلافي حارس مرمى وداد فاس وهدف التقدم لفريق أولمبيك ريمكا في الخمس دقائق الأولى. إذن المزغودي صاحب الهدف الأول للأوسيكا لأولمبيك ريمكا والفرحة لدى الجماهير الكريمية بهذا الهدف الذي سجل في وقت مناسب لفريق أولمبيك ريمكا بحكم أنه صاحب الأرض وصاحب الجمهور هنا. إذن إبراهيم المزغودي دعونا نتابع الإعادة في كرة استعصت على الخريبكيين في اللحظات الأولى مزيل بالرأس تدخل الدفاع تعود مرة أخرى القائم يتدخل بدوره وفي آخر المطاف المزغودي يسجل الكرة أو يدخل الكرة في شباك الحارس عصام الحلافي أهداف مقابل شيء أهداف قدير حماني كيلعب كرة عالية مرة أخرى سيا شوفوا الإعادة كانت رأسية من بيدرو إنريكي هذه الصورة هذه الصورة اللي كاينة نشوفوا من زاوية أخرى ونوقفوها لكاينة خالد غير الجمهور باش يشوف إذن هذه الصورة اللي كاينة هذه الصورة اللي كاينة باش الجمهور يشوفوا غنحاولوا نرجعوا ليها لأن هذه الصورة اللي متوفرة أصلا حتى من خلال البرنامج للحكم الآخر فهذه الصورة فالحكم المساعد شاف أن هناك هدف